بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. ازيكم يا حبايبي، اخباركم ايه؟ يا رب دايما تكونوا بالف خير. انا نهى مقلت من قناه نهى فود، وحشتوني وحشتوني وحشتوني. يلا بقى نعمل شويه حاجات للمدارس، دي دخلت المدارس. عارفه ان احنا لسه خارجين من المدارس، بس المدارس خالص قربت تيجي تاني. هنعمل ايه بقى؟ هنجيب كل دقيق ونحط عليه معلقتين لبن بودر، ونحط معلقه سكر، ونص معلقه ملح، ومعلقه خميره، وهنحط رشه من نص معلقه صغيره من البيكنج باودر، وهنحط بيضه، وهنحط معلقتين من الزيت، ومعلقه من الخل، ونحط ميه، ونعجن كله على بعضه في قلب العجان. ونعجن، ما عنديش عجان، هعجن بايدي ولا يهمنا ولا حاجه تعطلنا، طول عمرنا بنشتغل بايدينا مفيش اي مشكله. هنا بقى العجان شغال، وانا بحط الميه من جنب كده لحد ما اوصل للعجينه المناسبه اللي انا عايزاها. عايز عجينه ناعمه كده وطريه، كل شويه اللي بقول لك ناعمه وطريه كلها حنيه. اه هم بيتكلموا عن المناديل، بس انا بتكلم على العجينه. هتفضلي وياها كده لحد ما تبصي تتعجن حلو جدا، وبعدين في الاخر خالص تروح حاطه مكعب زبده او معلقتين زيت براحتك خالص، وتعجنها كويس جدا 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 لحد ما تعرفي منين اتعجنت كويس واتخدمت كويس، ان هي الطبق اللي بتعجني فيه. كل مره بقول كده، الطبق اللي بتعجني فيه هيكون نضف خالص 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 زي الفل كده، تعرفي ان عجينتك خلاص تمام كده 10 على 10، والنتيجه ان شاء الله هترضيكي كويس جدا. خلاص هنحطها بقى في الطبق ده ونسيبها تخمر شويه خلاص، ونرجع لها تاني. يلا نعمل بقى ايه؟ هنعمل واحده الباتيه اللي هو بيحطوا للسمنه الزبده، وبعد كده بيحطوا في التلاجة. هنشوف دلوقتي، خدنا حته عجينه كبيره كده وهنحاول نفرتها، بس مش هنفرتها قوي. يعني ليه بقى مش هنفرتها قوي؟ لان احنا لسه هنطبقها بالزبده ونحطها في التلاجة. هنعمل السريع وهنعمل المعتاد. خلاص هنا احنا بنعمل المعتاد ده المتعارف عليه يعني، اللي بس بصراحه انا شايف ان السريع اسهل بكتير ونتيجه مرضيه كويس جدا. خلاص هنا بقى فردنا العجينه، هنجيب بقى زبده طريه طالعه من التلاجة مثلا من 3 4 ساعات او من بالليل، علشان ما تقطعلكيش العجينه وعشان تبقى سهله. يعني شايفه انا بفردها بالسكينه كده، مش عايزه اي حاجه خالص، لانها طريه كفايه يعني انها تتفرد بسرعه. هفردها على كل العجينه، وبعدين اطبق العجينه كانك بتطبقي بالظبط هدوم او حاجه تطبقيها، وبعدين كل تطبيقه كده كانك بتعملي فطير، تتهني زبده خلاص، وتتهني كمان هنا زبد، ايوه كده، وبعدين تطبقي كمان مره وتتهني زبد بالظبط زي ما بعمل كده بالظبط. هنا كتيره، لا ناخد منها شويه، ايوه، ونتهني نحط الثانيه. نجيب حاجه بقى، نجيب طبق ونحط فيه ونحطها في قلبه، ونغطيها بورق استريتش او ورق بلاستيك او اي كيس، ونحطها في الثلاجه مثلا نص ساعه ولا حاجه، وبعدين نشتغل فيها على ما نخلص الاقتصاد. خلاص انا كده حطيتها في الثلاجه، واخدت حته عجينه تانية عشان هشتغل بقى اللي هو الايه البتيل الاقتصاد السريع بقى، اللي بصراحه نتيجته عجبتني جدا. بس هنا هتفردي العجينه، هترفعيها بقى، لان هنا مش هندخلها الثلاجه، وانا هنتهنى زبده وندخلها الثلاجه والكلام ده، لا ده احنا ده السريع اللي احنا هنشتغله كله في مرحله واحده. يعني اللي احنا بنشتغل فيه ده كل ما اشوفه فردتها كويس جدا جدا جدا، لما خليتها خفيفه يعني بالظبط كانك بتعملي فطير، مش قوي زي الفطير يعني. خلاص وروح دهنين العجينه كلها اللي احنا فردناها كويس جدا بالزبده. لا هنا عايز ايديا بقى، علشان ايه؟ ما شاء الله العجينه طويله او كبيره يعني، فمش هينفع السكين، هعملها بايديا. وعايزين نحشيها بقى، هتحشيها بايه هنا يا نهى؟ عايزه تحشيها بجبن ماشي، عايز انا هحشيها هنا بشويه جبن موتزاريلا على رومي على لانشون، هتبقى تشكيله حلوه جدا والعيله هتحبها كمان، خصوصا لو عندك عيال رايحه المدارس بقى. مش يعني اللانش بوكس انت بتحتاري له كل يوم، احط فيه ايه، هعمل فيه ايه؟ لا ده هيريحك يعني، من كيلو ايش فيها تطلعي كميه قد ايه، وتحطها في الفريزر، وكل يوم تدي لابنك او لبنتك وهو ماشي الصبح يعني حاجه، وهو هيبقى مبسوط وفرحان 10 على 10 يعني، بدل ما بتحتاري كل يوم. يا سلام لو نزلت اشتريت الطبق اللي احنا هنعمله ده من تحت، لا بصي عايز له جمعيه يعني. فانت اعملي في بيتك حاجه يعني ايه، هي طبعا ما فيش حاجه زي ما بقول كل مره، ما فيش حاجه رخيصه في البلد خالص دلوقتي، بس احن من ان تشتريه من بره بكتير بصراحه. خلاص شايفين هنا انا حطيت الحشو بتاعي اللي انت هتحط زي ما انت عايزه، وبعدين نبرمه بقى على بعضه كده، ومش محتاجين نحط زبده لان احنا دهنين تحت زبده كويس جدا. هنبرم نبرم نبرم، ايوه كده بالظبط، عايزه اقربها بس ليا كده، ايوه كده، وبعدين نكمل بر، ايوه كده. حاول تقفلي بقى الطرف كويس جدا جدا علشان ما يفتحش منك في الفرن، وانت كمان بتحطيه في الفرن خلي الطرف تحت في قعر الصينيه، فاهمه ازاي؟ هنا الصينيه بتاعتنا هي مش محتاجه تندهن ولا حاجه، لان هو فيها زبدته كفايه عليه، بس هي بس زياده طمأنينة يعني. بنتهنه هنا، شايفين رقاه هو لسه ما دخلش الفرن،
ولا اي حاجه، ورقات باينه كده شكله حلو جدا. خلاص انا هنا هقطعه، قطعت برضو بالحجم اللي انت عايزاه، واركنيه كمان شويه، اركنيه قد نص ساعه كمان قبل الفرن، وبعدين سخني الفرن وحطيه. بس في مرحله تانية قبل كده، في حاجه تانية لازم نعملها، اللي هو ايه، نحن ندهن الوش قبل ما ندخل الفرن. هنشوف كل حاجه دلوقتي. خلاص هنا بقى انا هركنه نص ساعه، واروح اجيب اللي فاكرين حطيناه في التلاجة، اروح اجيبه بقى نشتغل فيه. سيبته في التلاجة نص ساعه او في الفريزر ربع ساعه، وتجيبي تشتغلي بيه. خلاص انا هروح اجيبه، هركن ده بس دلوقتي، واروح اجيب التاني عشان اشتغل بيه. اهو شايفين هو هنا بقى ايه، ابدا بقى افرد فيه. بصراحه انا مش شايفه ليه اي تلت لازمه يعني ان احنا نعمل سمنه ومش عارفه، احنا مش اشتغلش في مصانع يا ولاد، ده احنا بنعمل لاولادنا يعني. بس يلا نعمل زي الناس يعني. خلاص مع ان انا والله الطريقه السريعه او الاقتصاديه اللي بيتهيألي محدش عملها، مش عارفه، انا حاسه ان محدش عملها يعني، بس مش اكيد، حاسه انها كويسه جدا والنتيجه مرضيه جدا. طب ليه؟ ماشي. المهم فردنا العجينه اللي احنا لسه مطلعينها من الثلاجه، وفردناها كويس برضو، وبعدين حطينا الحشو بتاعنا اللي هو برضو جبن، شويه جبن اكتر من نوع يعني، وهنا شويه لانشون كمان عشان يدي طعم ويدي كمان ايه لون كده، وانت بتقطعي اللون بيعجب الولاد يعني، بيفتحوا يشوفوا الوان كده بتعجب الولاد. نبرم بقى هنا تاني، ايوه كده، ونقطع برضو بالسكينه، ونخلي الطرف تحت برضو، وانت بتحطي في الصينيه برضو اللي هتخبزي بيها، خدي بالك ان الطرف يبقى تحت. خلاص لان انا هوريك دلوقتي فيه واحده الطرف ما كنتش شايفاه كويس، ف اتفرد كده وكان شكله مش احسن حاجه يعني. خلاص هنا بقى جبنا الصينيه بتاعتنا، هنا الفرشه بتاعتي لوحدها كده فيها زبده، فمسحت بها الصينيه. وهنا هاخد كل واحده بقى ورصها مع الثانيه كده، ورصها جنب الثانيه. ده زي ما قلت لكم اللي هو ايه، اللي هو العادي، لكن الاقتصاد الصينيه البيضة اللي احنا ركناها دلوقتي. خلاص طب هتعملي ايه تاني يا نهى؟ ده هسيبه برضه قد نص ساعه قبل ما ادخله الفرن. وهجيب ايه بقى، هجيب نص كوبايه لبن، واحط عليها معلقه من النسكافيه، وادوبهم كويس جدا مع بعض، وامسح وشه بقى من فوق. ايوه، او تمسح وشه بلبن يعني، يا اما بلبن بس، يا اما بلبن على النسكافيه. انا بحب اللبن على النسكافيه بصراحه جدا جدا، ما بيبانش طعم النسكافيه ولا حاجه، بس بيديني شكل حلو. عايزه بيض زي ما انت عايزه، عايزه ايه كمان قولي لي. ممكن اللبن بس، ممكن لو ما عندكش لا ده ولا ده ولا ده، ممكن تعملي شويه ميه بسكر كده وتدهني الوش برضه، هيديكي نتيجه مرضيه برضه. فاللي موجود عندك يعني، بس ايه، انا شايفه اللي هو اللبن على النسكافيه بيديني نتيجه حلوه جدا، بيعجبني الطريقه دي يعني. خلاص هنا هحط بقى سمسم، عايزه تحط برضه براحتك، مش عايزه خلاص، ممكن تحط سمسم، ممكن تحط حبه البركه، ممكن تحط كمون، ممكن تحط شمر، ممكن ما تحطش خالص وتسيبيه زي ما هو. جبنا بقى الاقتصادي بتاعنا الجميل السهل السريع اللي انت ممكن تعمليه وانت واقفه بالليل لاولادك، مش لازم بقى احط في السمنه واروح احط في الفريزر او في الثلاجه وبشويه واطلعه، لا ده الاقتصاد انا شايفاه حلو جدا ونتيجته مرضيه جدا، وهتعجبك وهتعجب ولادك، واقتصادي يعني شويه عن ان انت تشتريه من بره. وبعدين هو كمان مريح ليكي انت لما تعملي مثلا شويه كده وتحطهم في الفريزر كل يوم، تطلعي منهم للولاد وتعملي باكتر من حشو يعني، النهارده بجبن، بكره مش عارفه ب ده سوسيس، ده لا يعني اللي انت عايزاه. ده الاقتصادي اللي مش، لا ده مش الاقتصادي اللي احنا عاملينه الاولاني اللي هو كان سقعناه في الثلاجه. ايوه هو ده، شايفين ما شاء الله، هو برده مرق وحلو، لكن التاني برضو مش وحش. شايفين هنا كسرتها بس عشان ماسكه الكاميرا بايدي التانية. ده بقى الاقتصاد، ده ماله ده بقى قولوا لي بقى ده ماله. حلو جدا على فكره، وسهل جدا وسريع جدا، وهينفع لاولادك، ولادك هتفرح بيه، وهتعمليه بسرعه وسهل، واقتصاد عن من تشتري من بره، وحتى لو اقتصاد عن شارع عيش الفينو نفسه. ان شاء الله هيعجبك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.